السلام عليكم. أركان الحج ستة. الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك أي عمل الحج، ويسن قبل الإحرام الاغتسال وتطيب البدن، وهو سنة للرجال وللنساء، وأفضل الطيب المسك المخلط بماء الورد. أما الثوب فتطيبه مكروه، لكن لو فعل ذلك لا يحرم عليه أن يستمر على لبس هذا الثوب. وتسن صلاة ركعتين بسورتي الكافرون والإخلاص قبل الإحرام، ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه: دخلت في عمل الحج مثلا، ويقول بلسانه بصوت خفيف: لبيك اللهم بحج. ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا بالتلبية، أي أن يرفعوا أصواتهم رفعا قويا. أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها، وهذه التلبية سنة مؤكدة، وأكملها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكرر التلبية ثلاثا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أعوذ بك من سخطك ومن النار، ثم يدعو بما أحب للدنيا والآخرة.